الحيوان السري لا يطير ولا يسبح فعلينا التوجه إلى الصحراء، فربما كان حيواننا السري يقطن الصحراء حيث إن للماء أهمية قصوى للحياة هناك. ترى هل يكون حيواننا السري هو الجمل؟ لقد جعل الله جلت قدرته جسم الجمل العربي مهيئا لتحمل درجات حرارة مرتفعة جدا في الصحراء، ويستطيع البقاء لعدة أشهر بعيدا عن الماء، وبإمكانه أن يأكل النباتات الجافة، وتستطيع الجمال تخزين كميات كبيرة من الشحوم في سنامها لتتغذى بها عند الحاجة. وقد حمى الله تعالى أعينها من غبار الصحراء بأن زودها بأهداب، وتستطيع أيضا إغلاق منخريها. للجمل العربي غطاء سميك يساعده على الدفء ليلا في برد الصحراء القارس، كما يحميه أيضا من حرارة النهار المرتفعة. الجمال حيوانات مدجنة، وقد اعتاد سكان الصحارى على التنقل بواسطتها ولحمل البضائع أيضا، لكن حيواننا السري بري ولم يستخدمه الإنسان أبدا في أغراضه.